امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح في مدينه بدر 32 مشروع جديد نفذتهم الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ووزاره الاسكان والمجتمعات العمرانيه الجديده وكمان وزاره النقل. ده علشان تخفيف العبء عن كاهل المصريين. الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد وحدات الاسكان الاجتماعي في مدينه بدر على طريق القاهره السويس، وكان معاه وزير الدفاع ووزير الاسكان ورئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. تابع تنفيذ 5800 وحدة سكنية جديدة وبعض المشروعات اللي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. على هذا الخبر بينضم لي الأستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية العمرانية. أهلا بك يا أستاذ هاني معنا في مصر في أسبوع. أهلا بك كمان، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. جرعة أمل جديدة غير الجرعة اللي خدناها من الخبر الأولاني، بالتأكيد دي برضو جرعة أمل جديدة لعدد كبير من أهالينا المصريين اللي بيأملوا في شقة تأويهم من الإسكان الاجتماعي. مظبوط يا فندم، جرعة أمل كبيرة قوامها البارح. عايزين تفاصيل أكتر عنها. 20,000 وحدة يا فندم. اتفضل. امبارح احنا افتتحنا 21,000 وحدة سكنية تم تنفيذهم في عدد من المحافظات، منها محافظات الدلتا والصعيد وشمال وجنوب سيناء، وطبعا مدينة بدر تبع محافظة القاهرة. احنا عارفين طبعا المشروع الاسكان الاجتماعي اللي بتتبناه الدولة حاليا، وزارة الاسكان انتهت حتى الان من تنفيذ حوالي 125,000 وحدة سكنية. ان شاء الله بنهاية هذا العام هيكون عندنا حوالي 256,000 وحدة سكنية، ده بخلاف التكليف الرئاسي لوزير الاسكان ورئيس الهيئة الهندسية بالانتهاء من 400,000 وحدة سكنية في خلال عام، اللي ان شاء الله يكونوا منتهيين في اخر ابريل المقبل. واحنا اللي من دول فاتحين باب الحجز لكل من عايز شقه من حقه ان هو يسحب خاص الشروط في مكاتب البريد المختلفه، وبيرجع يقدم تاني في مكاتب البريد ومعاها مقدم الحجز بيسدده. يعني بنتكلم استاذ هاني، حضرتك بتقول لغايه دلوقتي 125,000 وحده سكنيه عملتوها، لغايه اخر السنه ان شاء الله هيبقى 256,000 وحده سكنيه. يعني في السبع شهور هتعملوا اكتر من 100,000 وحده سكنيه. مظبوط يا فندم، مظبوط. المعدل احنا اللي بيتم دلوقتي يا استاذ كمال بجد يعني مش ليس مبالغه، التحدي فعلا زي ما سياده الرئيس قال قبل كده، وحاجه تفوق الخيال، لان انت بتعمل حوالي 10 او 11 ضعف ما كان ينفذ في سنوات سابقه. سنوات الاستقرار، انا باكد على الحته دي. انت دلوقتي بتحارب الارهاب، عندك تحديات داخليه وخارجيه، ومع ذلك بتنجز اضعاف ما كان ينجز في فترات الاستقرار. وده دليل ان الدوله في المرحله دي مهتمه جدا بشريحه محدود الدخل، مصممه على تحقيق العداله الاجتماعيه بعده اليات، منها اليه الاسكان الاجتماعي. الدوله اما يجي رئيس الجمهوريه يقول ويكلف وزير الاسكان امبارح على الهواء ويقول ان كل اللي هيقدم على شقه وهيكون ليه تنطبق عليه الشروط هنعمل له شقه، ده ما حصلش قبل كده في التاريخ يا استاذ كمال. جميل، بالتاكيد اعتقد ان الناس كانت بتقعد في الطوابير سنوات وما كانوش بيحضم. اما بقى وزاره الاسكان تطرح في الوقت الراهن ما يزيد على 500,000 وحده سكنيه ومفيش اي واسطه ولا محسوبيه فيها، والناس كلها سواسيه، واللي بيتقدم بيبقى عارف ان هو شروطه مقبوله، الشروط تطبق عليه او لا، والناس بترد لو حتى رفضنا حد منهم بنقول له رفضناك عشان خاطر كذا وكذا وكذا وكذا. موضوع الاسكان الاجتماعي بالتاكيد انا فرحان بيه بشكل شخصي بالتاكيد، وكل المصريين اكيد فرحانين باللي بيشوفوه. خليني بس انتقل لجزئيه ثانيه، خلي الناس برضو تفرح يا استاذ هاني. الجزئيه الثانيه وهي المتعلقه بالصرف الصحي، كنا بنتكلم على صرف صحي في القرى، 15% من القرى المصريه هي بس اللي فيها الصرف الصحي. الرئيس من فتره كان بيتكلم على ان هنوصل بوزارة الإسكان طبعا ل 50% من القرى مصر هيبقى فيها صرف صحي في الفترة اللي جاية. عايزين إن شاء الله في حدود قد إيه يا فندم؟ خلال ثلاث سنوات نوصل ل 50% في الصرف الصحي، وده هيبقى إنجاز كبير جدا. لما أنت في عمرك كله ما عملتش غير 15%، فلما تنجز في ثلاث سنوات 35% فده هيبقى حجم إنجاز رهيب. الصرف الصحي كمان تكلفته تبقى كبيرة جدا، احنا عشان نخلص كل القرى اللي في مصر بتكلفه صرف الصحه بخدمه صرف الصحه كلها محتاجين حوالي 100 مليار جنيه. فبالتالي احنا لما نعمل هدف لينا ان احنا في ثلاث سنوات نخلص 50%، ده يبقى انجاز كبير جدا يحسب للحكومه ويحسب للرئيس اللي بيتابع بشده المشروعات دي، اللي هي خصوصا بتتلامس مع محدود الدخل، سواء كان اسكان اجتماعي سواء كان ميه شرب وصرف صحي. امبارح كان في تركيز كبير جدا على تطوير المناطق العشوائيه غير الامنه، وفي تكليف لوزاره الاسكان والهيئه الهندسيه بالانتهاء منهم من تطوير هذه المناطق في سنتين اثنين بدل ثلاثه، اللي كنا حاطين هدف انه يخلصوا بثلاثه في حاله تغافر التمويل اللازم اللي هو حوالي 14 مليار جنيه.
سيادة الرئيس قال لا مش سنين احنا مش هنسكت مش هنصبر على اهالينا اكتر من كده. لازم انا بشكرك يا استاذ هاني على جرعه التفاؤل الثانيه في برنامجنا النهارده. بشكرك شكرا جزيلا استاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان والتنميه العمرانيه. اتمنى كل الاخبار بتاعتنا تبقى بالشكل ده.